واصل الجيش السوري عملياته العسكرية باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة حلب، لكن هذه المرة عبر بوابة حي بستان الباشا. تقدم مفاجئ للقوات مكنهم من السيطرة على عدد من الأبنية، من بينها المعهد الرياضي ومبنى المرسيدس ومدرسة العلماء الصغار. بناء على معلومات الاستطلاع ومعلومات الرصد والمتابعة، قامت وحدة من بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة بالقيام بعملية نوعية وخاطفة والتسلل إلى مبنى دار المعلمين ومبنى المرسيدس سكن المعهد الرياضي ومدرسة العلماء الصغار ودحر المجموعات الإرهابية المسلحة وتكبيدهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. حرب أبنية واشتباكات قريبة خاضتها وحدات الاقتحام ضد المجموعات المسلحة، مكنها من طرد المسلحين واقتحام دشمهم التي أنشأوها وأجبروهم على الهروب، تاركين خلفهم عددا من العبوات الناسفة والألغام، إضافة إلى عدد من قذائف مدافع الهون وقذائف ما يسمى مدفع جهنم. طبعا أهمية هذه المنطقة هي تكشف على بستان الشيخ رز باتجاه الشمال ومعامل عين التل، كمان باتجاه الشرق في قسم كبير من بستان الباشا واللي تسيطر عليه المجموعات الإرهابية المسلحة. استراتيجيا فإن الجيش السوري يتبع خطة قدم تدريجي للكتل والأبنية التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة، قدم من شأنه أن يزيد من رقعة السيطرة ويضغط على المسلحين لحصرهم ضمن عدد أقل من الأحياء الشرقية لحلب. تقدم جديد يحرزه الجيش السوري على محور بستان الباشا، عدد من كتل الأبنية باتت تحت السيطرة والعمليات مستمرة بحسب المصادر الميدانية. من حي بستان الباشا، ربيع كلواندي، العالم.